حكيت مع صفيق ضد ترجي فرحت، حكيت مع الاسبيرون ضد الكلوب فرحت، سجلت الاستاد مع السي اس اس فرحت. مظهرلي ما عندكش، معناها ما لكش حتى جمعيه، معناها اللي تخدم معها كما نقولوا مدير له. يضحك. علاش تضحك علي؟ لا انا حتى كي تشوف في فرحت مانيش هيك، ما نفرحش برشا، انا نفرح جوست مش مك العباد اللي باهي. شو بقول لك عادي، معناها تحب ولا تكره مش تماركي تفرح، صرت تكون جامعات كبار ديما تحب ولا تكره. مانيش انا مانيش معناها ديما نرجع لراني ولد مقري، معناها الجمعيه هذيك اللي هي سالت الكريم خاطر فهم اللاعبيه ما يفرحوش بهذيك الجمعيات القديمه مثلا. ايه تو اكزامبل سامحني، انا ماركيت كونتر ستاد مع سي اس اس ما فرحتش، كنت تتذكر فرحت لا لا ما فرحتش، وقت اللي ربحنا اربعة بلاش. علاش؟ ستاد عنده محبة خاصة الحقيقة، معناها عنده محبة خاصة فهمت؟ أكثر من الآخرين ينجم يكون بحكم وضعيتها، كنت عشت فيها فهمت وشفت وخلطت العباد اللي قرب برشا من ستاد. اكزامبل ماركيت أول ديربي، أول ديربي وقت ماركيت كنت الكليب في المنزة وقت ريكلو ما فرحتش برشا. انا ما انا عادي انا شفتهم عاود شفتهم بونبويت شفتهم فرحه، مش كبيره مش فرحه نتاع، انا فرحه نتاع تصير في وقتها، انا مش ساعات تشوف واحد ولا ما تحكمش في روحك وقت تجد وجد واحد ساعات تشوف واحد اسلام تيك توك يماركي يبقى نص ساعه انا في زجت في وقتها تصير وقتها، ما عندي مشكله مع حتى جمعيه فهمت. كريم اول تونسي يلعب في الرابعه اللي كانت حبيت الخمسه الكبار، شنو تمثل لك الحاجه هذه؟ فخر وديما نقول ما فماش واحد ما يتمناش يلعب في جمعيه الكبار هذوما الكل. وفي تونس ما لعبتش في جمعيه الكبار راك ما لعبتش كوره، وما عادش لي بريسيون تاع جمعيه الكبار راك ما زايد معناها. قبل ما تمشي لتوال خممت فيها الكوره هذه الحاجه هذه؟ والله لا جد بطبيعتها بالحق والله، ما نعرف الشيء والله جد بطبيعته. اللي انا نعطيك انا حاجه اللي الوحيد اللي ماركي جمعيه الكبار الكل وداير فيها صحيح. في رمضان عملت شوية تندب الحكاية وليت نعاش كان شفت في دنيا أخرى أنت كريم الغربي بعثولي بعثولي برشا بعثولي برشا التصويرة كريم راه ولد حوتي فنان كبير هذاك. نتذكر كريم أنا عنده أبوه دخلنا في موضوع آخر توا عنده أبوه أكثر منه الحقيقة فهمت، وعنده خوة زادة نوري اللي نشكره كريم ولد حوتي ولد حوتي ولد حوتي اللي بزهرة زادة كيكة فهمت. حتى وقت بعثوا لي الاولاد السيكونس هذيك نتاع كل الملايات في الجمعيه تاع طفله يا من كما واحد بعث لي قال لي هذاك كريم كريم كيف قال هو كريم العوادي نتاع دنيا اخرى نتاع مسلسلات نتاع كوميديا فما اللي بالعكس حاجه باهي ما نسويش لا لا حاجه باهي وفما هذاك كيف كيف فتح لها الداوي واحد فاز اخر كان بعثوا هذاك زاد موجود في التاسع وفي الحوار في وطن هذا كي كريم العوار يلعب فيهم الكل خدام ان شاء الله واحد يكون خدام كيما ممثل كبير فتح